أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم. أسعده ببث هذا الفيديو عن طريق مدرسة مداد الخاصة التي تهدف دائما إلى التميز والرقي، وبطبيعة الحال أنه نبقى دائما على اتصال والتواصل مع أبنائنا وأعزائنا التلاميذ. أبنائي الكرام، تلاميذ السنة الخامسة، معكم أستاذكم أستاذ أمينة بن هلال، أستاذة اللغة العربية. اليوم بإذن الله تعالى سنقوم بدرس في التراكيب النحوية. نحاول قدر استطاعتنا أننا ننهي أو نواصل مشوارنا الدراسي ولو عن بعد. إذن قبل هذا أود أن أتحدث عن الظروف المفاجئة التي جعلتكم تغيبون عن الدراسة. أتمنى أنكم جميعا تكونوا بصحة جيدة. إذن نصيحتي لكم أبناء الصغار أنكم تحافظوا على صحتكم، لأن الوقاية خير من العلاج. أولا أن تتبعوا كل الأساليب الوقائية، أولا إذا خرجت مع أهلكم إلى الشارع أو إلى أي مكان آخر، وضع الكمامة، التعقيم، وضع المعقم إلى آخره. وأطالبكم أبنائي إن أمكن أن تمكثوا في بيوتكم، لأنه نلاحظ يوميا ارتفاع إصابات كورونا. لذا أتمنى لكم الصحة والعافية. إذن وأن أيضا أتمنى أن تتبعوا نظام صحي أو غذاء صحي يقي جسمكم من الأمراض ويعطيكم الحيوية والطاقة، مثل الخضار، الفواكه، وتبتعدوا عن المشروبات الغازية وتعويضها بشرب كمية كافية من المياه، لأنها تساعد على النشاط وأيضا نقل الأكسجين إلى المخ. أتمنى منكم أطفالي أن نبقى دائما مع اتصال والتواصل، لأنه مدرستنا تهدف دائما إلى رقي ودائما إلى التميز بفضلكم أنتم أبنائي. إذا مباشرة نبدأ درسنا اليوم في التراكيب النحوية والتي سنتعرف عليه سويا بعد قليل، وأنتم ستتعرفون عليه. إذا الأطفال، عندما يدخل التلميذ إلى المدرسة، يدخل تلميذ واحد إلى المدرسة، من يكمل الجملة؟ من يجيب؟ هيا أبنائي. إذا نقول ماذا نقول؟ نقول دخل التلميذ إلى القسم. دخل، أول جملة، دخل التلميذ، دخل التلميذ إلى القسم. إذن أطفال الصغار، ماذا هو هذه الجملة؟ هل هي جملة فعلية أم جملة اسمية؟ جيد، من يجيب؟ هيا نجيب الدين، أجل، أحسنت بني. إذا نقول عنها أنها جملة فعلية لأنها بدأت بفعل دخل، يعني أن التلميذ قام بفعل. ما هو عدد التلاميذ هنا؟ ما هو عدد التلاميذ؟ هنا يوجد تلميذ واحد. دخل التلميذ إلى القسم، عدد التلاميذ هو تلميذ واحد. ماذا نقول عن تلميذان؟ ماذا نقول؟ من يحول الجملة؟ نعم، تفضلوا أبنائي، هيا من يجيب؟ نقول دخل، نعم إكرام، دخل التلميذان. أحسنتي، التلميذان إلى القسم. ما هو عدد التلاميذ هنا أبنائي؟ إنه تلميذان، يعني قلنا اثنان. نلاحظ أبنائي سويا، عندما أقول دخل التلميذ، ما هي في الآخر؟ بما ينتهي؟ ينتهي بضمة. أحسنتم، وضمة هنا هي علامة ماذا؟ علامة الرفع أم النصب أم الجر؟ من يجيب؟ من معي؟ جيد، تفضل نزيل، إنه عليها علامة الرفع. وفي المثنى أطفالي قلنا التلميذان. بما تنتهي عوضة الضمة في الأخير في المثنى بألف ونون؟ إذا يرفع المثنى بألف ونون، التلميذ، التلميذان، المجتمع.
المجتهدان، لاحظوا معي ماذا أفعل أنا الآن؟ ماذا تفعل المعلمة؟ ماذا فعلت المعلمة هنا؟ ماذا فعلت؟ ماذا رسمت؟ رسمت المعلمة زهرة. جيد، زهرة واحدة. ما هو عدد أزهار؟ زهرة واحدة. رسمت المعلمة زهرة. زهرة. ما هو عدد الأزهار التي رسمتها المعلمة؟ زهرة واحدة. زهرة تنتهي في الأخير بفاء التنوين، يعني بفتحتين. الآن انتبهوا معي جيدا، ننتبه. ماذا تفعل المعلمة الآن؟ المعلمة الآن، ما هو عدد الأزهار التي رسمتها المعلمة؟ نعد سويا، واحد، اثنان، اثنتين. إذا نحول نفس الجملة إلى المثنى. كم نصبح؟ كم تصبح؟ رسمت المعلمة ماذا؟ زهرتين. رسمت المعلمة زهرتين. نكتبها. رسمت المعلمة زهرتين. طيب أبنائي، إذا لاحظوا معي، هنا لدي زهرة واحدة تنتهي بفتحة تنوين، وهنا لدي زهرتين. هنا زهرة، كيف هي؟ هل هي منصوبة، مجرورة، مرفوعة؟ نعم، إنها منصوبة في المثنى. ماذا نقول؟ نقول زهرتين تنتهي بياء ساكنة ونون. ياء ساكنة ونون. إذن نلاحظ هنا أنه في المفرد يكون مرفوع، التلميذ ينتهي بضمة. في المثنى يكون عندي اثنين، قولوا التلميذان، ينتهي بألف ونون في حالة الرفع. وعندما أقول زهرة تنتهي بفتحة، المثنى في حالة النصب نقول زهرتين، وفي حالة الجر أطفال من يحاول؟ ها يقول زهرة مثلا، هيا زهرة. من يحاول؟ زهرتين، زهرة واحدة. إذا في المثنى ماذا نقول؟ هذه في حالة الجر نقول نعم. جيد، نقول زهرتين. أحسنتم. طيب لماذا؟ إذا يرفع المثنى بألف ونون، ينصب بياء ساكنة ونون، ويجر أيضا بياء ساكنة ونون. إذا أطفالي من فضلكم، من يخبرني بعنوان درسنا اليوم؟ من شطور؟ كلكم شاطرين، يلا أحسنتم. عنوان درسنا هو ال، نعم. جيد، نحن نتحدث عن المفرد والمثنى. أحسنتم أبنائي. جيد، إذا نقوم بتشكيل القاعدة سويا. أثبت الاسم المثنى. ما هو؟ هو ما دل على اثنين، يعني زوج في المذكر، أو اثنتين، أي سواء كان مذكرا أو مؤنثا. ينتهي كل المثنى بألف ونون أو ياء ساكنة ونون، مثل أعطيكم نموذج: قسما، مثنى زوج، قسمان في حالة الرفع. يرفع المثنى بألف ونون. القسمة في حالة النصب القسمين، ياء ساكنة ونون. القسم، هنا لاحظوا أنها مجرورة، مثناه القسمين، ياء ساكن ونون. إذا أطفالي خلاص القول، يمكن أن نقول يرفع المثنى بألف ونون وينصب
كلا ولو. للأبناء الصغار سأطالبكم بتبين أن ينجزه سويا. سأقوم بقراءته. نستمع إلى المعلمة جيدا. تمرين: ضع خطا تحت المثنى في الجمل التالية. قدمت لكم أنا ثلاث جمل بسيطة سهلة. إذا نحاول أننا نضع سطرا تحت كل اسم مثنى سواء في حالة الرفع أو النصب أو الجر، يعني في كل حال. أول جملة هي: حمل محمد محفظتين. الجملة الثانية: سجل اللاعبان هدفين. الجملة الثالثة: كتبت البنتان الدرس. يلا سويا نقوم بإنجازه. يلا من يقول؟ من يقرأ لي الجملة؟ يلا نحاول قراءة الجملة الأولى سويا. حمل محمد محفظتين. ماذا حمل محمد؟ حمل محفظتين. ما هو عدد المحفظات؟ المحفظات التي حملها؟ محفظتين اثنين، يعني محفظة ومحفظة، يعني اثنين. إذا هل هو مفرد أم مثنى؟ إنه مثنى، جيد. بما ينتهي في الآخر بياء ساكنة ونون. إذا قالت المعلمة: ينصب المثنى بياء ساكنة ونون. نمر للجملة الثانية: سجل اللاعبان الهدفين. من الذي سجل؟ لاعبان. هل لاعب واحد أم اثنان؟ إنهما اثنان. إذا هنا لاحظوا أنه مثنى. هل هو في حالة الرفع أم في حالة النصب أبنائي؟ إنه في حالة الرفع، أحسنتم. كيف عرفتم هذا؟ في الأخير ينتهي بألف ونون. أحسنتم. هل أنهينا الجملة؟ أنهيناها؟ لا، لم ننهيها بعد. ما هي أعداد الأهداف التي سجلها اللاعبان؟ سجل هدفين، يعني هدف زائد هدف، يعني اثنين. إنه مثنى. بما ينتهي في الأخير ياء ساكنة ونون. إذا هنا أعدنا أيضا هدفين، مثنى. وآخر جملة هي: كتبت البنتان الدرس. إذا ما الذي كتبت الدرس؟ البنتان. كم عدد البنات؟ واحدة أم اثنان؟ قلنا المثنى أيضا ما يدل على الاثنين والاثنتين، إذا عن البنتان. بما تنتهي في الأخير بألف ونون. إذا ألف ونون دليل على أنها مثنى. أحسنتم أبنائي، أتمنى أن درسنا اليوم يكون يعني حقق الهدف تاعه، وإن شاء الله يكون تكونوا فهمتوا. إذا عندكم أي سؤال أو ملاحظة أو استفسار، أتمنى أنكم تكتبونها على صفحة فيسبوك لمدرستنا الخاصة. لكن قبل هذا نطالبكم بإنجاز تمرين من فضلكم الموجود على دفتر الأنشطة اللغوية. عندكم تمرين 5 صفحة 53 من فضلكم. تمرين 5 صفحة 53 على دفتر الأنشطة اللغوية مطالبون بإنجازه. سنقوم بتصحيحه إن شاء الله عند دخولكم للمدرسة. بالتوفيق أبنائي ومع السلامة.